تحتفل مؤسسة تحقيق أمنية في 29 من إبريل من كل عام بيوم الأمنية العالمي، هو اليوم اللي بدأت فيه أول أمنية على مستوى العالم، واللي من خلالها تقريبا انتشرت مؤسسة تحقيق أمنية في أكثر من 50 بلد. ومؤسسة تحقيق أمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة تواكب هذا الاحتفال من خلال تحقيق إحدى الأمنيات المتميزة لإحدى الفتيات المتميزات في العاصمة الحبيبة أبو ظبي. سعداء بتحقيق أمنية الطفلة حليمة بتبلغ من العمر 14 سنة. حليمة احنا قابلناها بعد ما تواصلوا معنا أهلها، قالوا عنا طفلتنا عندها أمنية واحدة وحبيها أن هي تحققها. حليمة كانت أمنيتها الوحيدة هي أن هي تصبح أميرة على البحر، والحمد لله من جهود المساهمين معنا بتحقيق أمنيتها. طبعا اليوم كمؤسسة تحقيق أمنية احنا بنحتفل باليوم العالمي للمؤسسة، فاحنا قررنا أن احنا في اليوم ده بالذات نحقق أمنية الطفلة حليمة تصبح أميرة على البحر. حليمة جبناها على الفندق، استقبلناها استقبال حافل، استقبلوها زي الأميرات داخل الفندق. جميع كل الستاف وجميع الستاف كانوا موجودين في استقبال الطفلة حليمة. بعد ما دخلت حليمة على القاعة احنا فاجئناها بأكثر شيء هي مفضل عندها وهي بتحبه، الفنان عايدة المنهالي. دخل الفنان غنى لها أغنيتها المفضلة، اتبسط معاها، قطع معاها الكيك، وصراحة كانت مفاجأة كبيرة عليها واتبسطت جدا جدا حليمة بهالنقطة. طبعا اليوم أنا سعيد بالدعوة هاي العزيزة الغالية من الطفلة حليمة، وأني شاركت ولو بجزء بسيط أني أسعد خاطرها وأسعد قلبها. وأنا متأكد أن حليمة إن شاء الله بتكون أقوى عن المرض، وبشوف بصحة وسلامة إن شاء الله. وشكرا لكل من دعاني وكل من حضر. اليوم من خلال تحقيق الأمنية نحاول نعزز الجانب النفسي في الأطفال، نحاول نعطيهم كمية من الأمل ومن السعادة ومن السرور، وهذا الشيء يساعد الأطفال في المضي قدما في رحلة العلاج اكتمالا بالشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نتوجه بالشكر الجزيل لكل اللي ساهم معنا اليوم في تحقيق هاي الأمنية وإسعاد بنتنا وإدخال الفرحة والسرور لقلوبها وإسعادها في هذا اليوم المتميز.